شارك أكثر من 300 حبيب وحبيبة في عرس جماعي رعته الحكومة الفلبينية، جميعهم من ضواحي مانيلا، جميعهم فقراء ليس بمقدورهم الزواج، لأن العرس الواحد في الفلبين يكلف 700 دولار. مؤسسة الإسكان الفلبينية الحكومية باغ إي بيغ تقول إن حوالي 4000 عاشق وعاشقة في جميع الفلبين تزوجوا اليوم في عيد القديس فالنتاين برعاية الدولة. في العاصمة الفرنسية باريس وعلى جسر نهر السين تزاحمت آلاف آلاف الأقفال المعنونة بالحب، كل قفل يحكي قصة عشق خاصة، لكنها جميعها ملتزمة. أقفلت الأقفال ورميت مفاتيحها لتنجر إلى عمق البحر جرا، كي لا يتفرق الاثنان أبدا، كأنما القفل عقد وعهد والتزام. من بريطانيا أتى هذان العاشقان ليكتبا على قفل رسالة حب ويتبادلان الخواتم. ورغم البرد يلتقي على السين عشاق آخرون في لحظة فالنتينية نادرة. في شارع في باريس أرسلت حبيبة لحبيبها رسالة رقمية تشع حروفها بطاقة شمسية، تقول في رسالتها: ميتش، أنت نور شمس تتلألأ على وجهي دافئا براقا يرسم عليه دائما ابتسامة. وقعت الحبيبة رسالتها بكلمتين فرنسيتين معروفتين هما جوتيم، أي أحبك، وهذا هو عنوان اليوم، عنوان عيد فالنتاين. زهير دراكي، بي بي سي.